أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل أحرم من ميقات اليمن، فلما وصل إلى جدة وقع في محظورات الإحرام من لبس المخيط وغير ذلك، فما حكم ذلك؟ إن كان متعمدا لبس المخيط ومحظورات الإحرام يكون عليه فدية، يكون عليه فدية عن كل محظور ارتكبه. إن كان لبس الثياب أو تطيب أو قص من أظفاره أو شعره يكون عليه فدية، كل واحد كل نوع من هذه الأنواع له فدية مخير فيها، بين ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني 1.5 كيلو تقريبا كل مسكين، أو صيام 3 أيام. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فعليه أنه يتجنب محظورات الإحرام، وإذا ذكر أو علم تجنب محظورات الإحرام التي وقعت منه، ويعفو الله عما حصل. نعم.